ده الضيف اللي انت يبقى نفسك تستضيفه، يعني وحشني جدا عشرة عمري، اشطر واحد في كل حاجه، اشطر واحد يحلل، اشطر واحد يفكر، اشطر واحد يتكلم في الكوره، اشطر واحد في كل حاجه. فانا النهارده الفقره دي هي من اكتر الفقرات اللي ممكن تبسطني في الشغلانه. معايا دلوقتي كالعاده احمد عز الدين. يا احمد صباح الفل عليك، وحشني. صباح الفل، رفيق الكفاح. لا جدا جدا. بص انا النهارده جاي مبسوط بقى، انا اللي جاي مبسوط النهارده. اخبارك ايه؟ كيموس. كله تمام الحمد لله، كله جميل. اليورو خلاص بيخلص بكره، هنقفل ابواب اليورو. اليورو الحلو قوي اللي ما كناش متوقعين انه هيبقى حلو قوي. بعد الدور الاول بقت المباريات كلها حلوه وممتعه، بس في حاجات اكيد كتيره قعدت تأيدها كده وتقول ان اليورو ده كان حلو السنه دي عشان 1 2 3 4. طبعا اليورو كان اولا احنا متوقعناش انه هيبقى جامد عشان احنا في مرحله تغيير جلد في معظم المنتخبات، صح. وبالتالي تقريبا احنا عندنا قائمتين بس هي اللي جامدين قوي، منتخب فرنسا ومنتخب البرتغال، وبقيه القوائم كلها شويه فيها نجم وحواليه شويه لعيبه شابه هتطلع، صح. وهكذا يعني، صح. فانا تخيلت ان البطوله هتبقى بطوله فيها حرص زايد من المدربين. بس بصراحه احلى حاجه في اليورو، احلى حاجه في المدربين بتوع اوروبا، ان هم اختاروا العكس. اختاروا ان بما اننا بقى يا جماعه ما عندناش نجوم كتيره، بما ان هي كده ما تيجي نرسك، ما تيجي نهاجم، ما تيجي نتبسط. وبالتالي علشان كده هتلاقي مثلا ليه الناس عماله تسقف لويس انريكي، عماله تقول ده احسن مدرب في البطوله، ده برغم انه خرج، صح. بس عشان قدم كوره فيها مغامره وفيها فيها شكل متعة. هجومي، فيها كوره حلوه كمان، فخلت الناس تتبسط وتحس ان اوكي احنا كده كده عارفين ان ده مش جيل اسبانيا اللي فيه بوسكيتس وشابي وانيستا وفابريجاس وديفيد فيا والناس الجامده الثقيله قوي دي، بس شكلكم هتبقى، صح. فدي المكسب الرئيسي اللي خلى البطوله بالنسبه لي حلوه. والمنتخبات بقى اللي هي يعني او تبدو صغيره زي مثلا الدنمارك، زي المنتخبات الحلوه اللي عدت، سويسرا عملت برضو اداء ممتاز. فانت تحس ان المنتخبات كلها ما شغاله، يعني المنتخبات بتلعب كوره تشيك. ايوه، هي النقطه الاولانيه زي ما اتفقنا ان الناس كلها قررت انها تهاجم. النقطه الثانيه دي دايما بتبقى حلاوه اليورو، ان المنتخبات كلها عندها وعي تكتيكي رهيب يعني. فاحنا ابتدينا نحس مره ثانيه في البطوله دي تحديدا ان طريقه 3 5 2 او 3 4 3 هي رجعت للسوق لدرجه ان خلاص بقى طبيعي جدا ان الماتش يلعب 3 4 3 والماتش اللي وراه 4 4 2. صح. التنظيم لكل الفرق حلو جدا. فانا بالنسبه لي خلاص بقيت حاسس ان بعد البطوله دي الدنيا هتتغير، هتبقى الكره اشبه بشويه الالعاب الثانيه اللي هي زي الباسكت والحاجات دي، اللي هو في بلاي بوك، في خريطه او في كتاب فيه خطط والالعاب بتاع المدربين، صح. وكل ضربه ثابته بتركه، صح. كل هجمه لازم فيها تركه، صح. وكل مباراه بخطتها. فالمرونه التكتيكيه الرهيبه دي ظهرت في اليورو اكتر من اي حاجه ثانيه. حلو. بما ان احمد عز الدين معانا دلوقتي، وبما ان اليورو خلاص بكره بيخلص بمواجهه ايطاليا وانجلترا، فتعالوا بقى مع عز نختار افضل تشكيله لليورو. 11 لاعب في اليورو هذا العام، كان لاعبين كتيره مميزين، الله يكون في عونه. انا مش عارف هو هيختار ازاي دلوقتي، بس لا كل المراكز هختار. احنا هنختار يعني الله يكون في عونه هيختار ازاي برضو مش عارف، اكننا ما سمعناش حاجه. فعز هيختار دلوقتي وانا هسقف، يعني هو هيختار وانا سقف على طول. لا نختار سوا. انا اختار سوا طبعا. يلا دلوقتي منتخب جول كيبر. منتخب البطوله بالنسبه لنا بيبتدي بالجول كيبر. تعالى نختار كده. ممكن اختاره انا ده، صح. بجري لان هو سهل. واظن ده ما فيهوش عليه خناقه كبير. مش عارف هيعجبك ولا اختياري، بس انا اختار دوناروما. كاسبر شمايكل. والله انا عاجبني دوناروما. انا بالنسبه لي كاسبر شمايكل حتى يثبت العكس. يعني كاسبر شمايكل لحد بكره، تمام. والله بكره ممكن قوي نخليه دوناروما ودوناروما ودوناروما، يعني تمام. على حسب انت شايف. انا عارف، بس انا بحس ان دوناروما على مدار البطوله هو الحارس الهادي. أيوه. الهادي دي اللي هو ايه، فرص خطيره بتيجي بتشال. ممكن تبقى قليله على ايطاليا، مش زي كل المنتخبات طبعا. كاسبر شمايكل في مباراه انجلترا تحديدا شال كور اعجازيه، بس انا بحس ان دوناروما لا، تقيل، حارس تقيل يعني، حاجه طلياني. فارق. انا معاك جدا يعني. واحد من اهم الفروق بين ايطاليا وانجلترا الجول كيبر طبعا. ان بيكفورد في الاول وفي الاخر هو تحسه اللعيب الوحيد المهزوز في انجلترا، مظبوط. فده يبين لك الفرق، صح. فانا معاك ان دوناروما، وهو بالمناسبه تقييم الحراس في المنتخبات الكبيره ما بيبقاش في ان هم يعملوا صدات اعجازيه، على الاقل بيبقى الدرجه الاولى في التقييم ما عملش كارثه، صح. الدرجه الثانيه في التقييم ادي فرقتي انطباع بالهدوء في الخط الخلفي، صح. الدرجه الثالثه ان انا اصد ضربات مهمه ومؤثره. بصراحه الثلاثه دول لحد دلوقتي كاسبر شمايكل كان مميز جدا. عظيم. يبقى عشان كده انا بختار كاسبر وانت بتختار دوناروما. تمام. وبكره ممكن اغير كلامي على حسب دوناروما. لان لسه في ماتش، ربنا يستر. طيب خط الدفاع.
نبدا ايه الدفاع. هتلعبوا الاول 3 ولا 4 عشان لعبوا كتير 3؟ هم لعبوا 3 بس احنا عندنا لعيبه كتير قوي في وسط الملعب تخلينا ما نقدرش نلعب 3 دي. هم بيلعبوا 3 عشان ما عندهمش لعيبه جامده. احنا عندنا كتير. اختار الاربعة. تعال نختار الاربعة. انا هسقف. ماشي. الباك اليمين دومفريس. باك يمين منتخب هولندا. لان هو كان اشبه براس الحربة بتاع المنتخب الهولندي. صح. رايت وينج بالظبط. جامد جدا. صح. طبعا كان في منافسة مع كايلي ووكر مدافع منتخب انجلترا، لان هو في الاخر كايلي ووكر ده راجل هادي جدا بينظم لعب منتخب انجلترا بشكل اكتر من ممتاز. كان في اسبليكويتا في بعض المباريات كان برضو قيمته كبيره، بس دومفريس كان مبهر. صح. في الحته بتاعه الزياده الهجوميه الكبيره يعني. صح. البين الدفاع صعبين شويه. لان الطبيعي بصراحه وانا عامل كده اختار بونوتشي وكليني الاثنين، وانا لسه هبص الاثنين دول تحديدا عملوا ملحمه البطوله دي، خاصه ان هم جايين من اليوفي متبهدلين هجوم وشتيمه. جايين من اليوفي متبهدلين. كبار. سن طبعا كبير جدا طبعا. في نفس الوقت كمان انت بتتكلم في ان هم شو. يعني هم مش مجرد اثنين مدافعين. صح. هم فيهم كل المتعه، الصريخ والزعيق والحماس ده هم بيقطعوا الكوره ويروحوا يزعقوا لبعض ويزعقوا للجول كيبر ويزعقوا للعيبه. في مباراه بونوتشي مسك انسيني حضنه كده، كان بينفضوا. ايوه. هم بيعملوا سامي الوطني بينفضوا حرفيا يعني. ايوه. فبالنسبه لي الاثنين دول وخبره كبيره جدا طبعا. وكمان فعلا انت طول البطوله عمال تقول هيتكشفوا دلوقتي. صح. هيتكشفوا. صح. دلوقتي سبق السرعه هيبان. صح. ما بانش غير في السيمي فاينل. صح. فيعني بتتكلم في ان هم كانوا جامدين جدا، بس يعني بما ان كليني غاب للاصابه في مرحله المجموعات في ماتشين. انا هخرج كليني من الثنائيه العظيمه دي واخد بونوتشي ممثلا عن بونوتشي وكليني. بالظبط. واخد واحد انجليزي تاني. كان برضو من الناس اللي كان ريسك كبير جدا انه يكون موجود في البطوله، هو هاري ماجواير. يعني هاري ماجواير مانشستر يونايتد عامل كوارث برضو. بالظبط. تمام. جاي عامل وبعدين جاي مصاب اصلا البطوله، فالناس. صح. كلها متخيله انه هيبقى سيء جدا. صح. لكن عمل بطوله كويسه قوي. صح. لحد دلوقتي يمكن هو ممثلا عن هاري ماجواير وجون ستونز. ماشي. مش بس ماجواير فعلا عامل بطوله جامده جدا. جدا يعني. الباك ليفت سبيناتزولا من ايطاليا كان هو المبهر جدا بالنسبه لي، ولوك شو هو الاكثر صناعه للفرص في البطوله. بس انا هروح لسبيناتزولا طبعا، لان طبعا لان مبهر. عنصر الابهار ده ليه تمن في الكوره. ماتش اسبانيا وانت بتتفرج على ماتش اسبانيا انا بحط نفسي مكان مانشيني هعيط. يا جماعه لو سبيناتزولا كان موجود كان في كل حاجه اتغيرت في شكل اللعب. فلا هو لعيب عظيم. وانت عارف ان مش باك. طبعا. انت عارف ان كمان الكوره فيها دلوقتي خناقه الارقام قدام، ان انا هثبت لك ان لا ده لوك شو احسن من سبيناتزولا، ده عمل كذا فرصه قياسا بالتاني. بس يا جماعه ما تنسوش عنصر الابهار. يعني الارقام مهمه واحنا بنحب نستخدمها للتدليل على حاجه، بس عنصر الابهار. يعني واحد زي رونالدو البرازيلي، في ممكن اعد لك 10 لعيبه خدوا بطولات اكتر منه. صح. بس رونالدو بيمثل لك ايه؟ ظاهر. رونالدينيو هو كلمه ظاهر لايق عليه. رونالدينيو ما فيش احرف من كده، ما جاش زيه. بالظبط. بيمثل لك ايه؟ في 10 لعيبه تانية عملت سنين اكتر من رونالدينيو في القمه. صح. وعشان ما اخش معاك كمان في تفاصيل كتيره وانت شرحتها كتير، يعني سبيناتزولا مش بس كان مجرد لعيب بيعرف يعمل اسيستات ولا كان بيدافع ازاي، وكان شكل ايطاليا كله مبني عليه. مبني على سبيناتزولا، فكل هجمات وحاجات خطيره حتى لو من على اليمين لايطاليا كان ممكن يبقى ليها دور سبيناتزولا، بس مش هنخش في التفاصيل دي. بالظبط. ممكن نبقى نتكلم فيها واحنا بنتكلم على ايطاليا وانجلترا. ايطاليا وانجلترا غدا. وسط الملعب صعبه شويه. صعبه كتير، بس في اويبرج بالنسبه لي من منتخب الدنمارك، لان ده اختراع. ده كان اختراع الدنمارك في البطوله. هو طبعا انا متابعه في الموسم بتاع توتنهام لان انا بشجع مورينيو زي ما انت بتشجع مورينيو كنت. فاويبرج بالنسبه لي لعيب انا عارف انه جامد قوي. بمناسبه سبيناتزولا، انا ما اتضايقتش على سبيناتزولا بسبب ايطاليا على قد ما اتضايقت عليه عشان مورينيو. قلت ايه يا راجل انت يعني هو بيعد اثنين ثلاثه لعيبه في روما بس اللي هيمشي بيهم. فوانهم واحد مات خلاص سنه يعني. اولا هو جاي عنده زانيولو اهم لعيب في روما، عنده صليبي. تمام. وجاي فهو مسك في سبيناتزولا على انه الامل الوحيد راحت من. طيب التاني في وسط الملعب اويبرج، و انت عندك هنا بقى الخناقه بتاعت اولا جورجينو جامد جدا، بدري جامد جدا، بوجبا جامد جدا يعني برغم انه خرج بدري بس عمل شو رهيب. فبتتكلم في ان الثلاثه دول كانوا جامدين جدا، والثنائيه الانجليزيه ديكلان رايس وكالفن فيليبس. يمكن ديكلان رايس كمان اكتر. فاحنا هنا اخترنا اويبرج وبدري. لازم يكون بدري يكون موجود. لا بدري بصراحه هو كان منتخب اسبانيا كله كان بدري. صح. والثالث بتاعهم بقى هو ناخد الشو ولا ناخد جورجينو شو بتاع بوجبا ولا الفعاليه بتاعت جورجينو في ارض الملعب ولا القوه بتاعت ديكلان رايس. انا
اميل لبوجبا. اوكي. اللي انت كنت لسه قايله من 3 ثواني، فكره المتعه والتميز. حلو. ستايل مختلف، اداء مختلف. يا راجل وهو بيشوط بشكل مختلف، بيتحرك بشكل مختلف، الباص بتاعه مختلف، التاكلينج بتاعه مختلف، فانا مايل لبوجبا ادام هو كويس. طبعا في العادي او في كتير من الاوقات كان بوجبا ما بقاش كويس، فبوجبا كويس انا ادوس على بوجبا. خلاص يبقى هنختار بوجبا عشان خاطرك. حبيبي. بس هنحط بقى جورجينيو مكان اويفر. صح كده؟ عشان تبقى قفل عشان برضو مع الناس هتعتبر ان احنا ما حطيناش جورجينيو. بالظبط كده. ولان انت بتتكلم في واحد مرشح لجائزه احسن لاعب في العالم دلوقتي، بالزبط. يعني لو كسب هيبقى جامعه شامبيونز ليج واليورو. تمام، دول وسط الملعب. الثلاثة الحلوين بتوع قدام بقى. الثلاثة الحلوين بتوع قدام. طبعا فيهم كده كده هاري كين. ما فيهاش دي. والهداف. كريستيانو؟ ما هو كريستيانو دي اللي بقت صعبة قوي لأن هو هداف صحيح بس هو خرج من بدري قوي ما تخيل بقى خرج من بدري قوي وهداف. لسه هداف. يعني طب يعني يعمل لك إيه تاني الراجل يعني؟ ما يعملش، يبقى يعني موجود ماشي. سامحني. يعني فاهم؟ يعني ما خلاص عشان خاطر أنا مرضي. كده كده كنا هنحط رحيم ستيرلينج ظاهرة البطولة بالنسبة لي. ظاهرة البطولة ليه؟ لأن طبعا هو أكتر لاعب كان بينتقد من ساعة ما ظهر في التشكيل. صح. جاي عامل حادثة، هو كمان مانشستر سيتي كان الموسم بتاعه سيء جدا في السيتي، فأنا تخيلنا كلنا إن ممكن ما يلعبش أساسي كمان. ما هو كانش بيلعب، ما عشان كده بقول لك ما كانش هيلعب أساسي. واللي كان جاي عامل نجم وعامل قصر بولجاس كوين ومدلع نفسه كان فودن، فكان التخيل العام إن فودن هو أساسي. وجريليش كان ممكن يبقى موجود كمان. وجريليش عشان خاطر المتعة، والناس كلها عمالة تقول ده روي كوستا الجديد، ده لويس فيجو الجديد. هو حلو يعني، عظيم يعني طبعا. جدا. طيب يبقى أنت اخترت هاري كين وستيرلينج. وكده احنا استبعدنا باتريك تشيك. وباتريك تشيك يستاهل برضه. باتريك تشيك ولا كريستيانو رونالدو؟ باتريك تشيك كان عامل بطوله اقوى، بس يعني كريستيانو رونالدو هياخد الهداف ابن اللذينه وهو ما لعبش غير كام ماتش اللي لعبه. اربع ماتشات. هداف اللقب. طب انت عايز ايه تاني؟ يعني بجد اعمل لك ايه تاني يعني؟ عندك حق. يا صح؟ هو هيبقى فعلا حاجه عظيمه بالنسبه لي ان هو خلص هداف باربع ماتشات، والناحيه الثانيه ميسي بطل الكوبا امريكا. ونرجع بقى تاني للخناقه بتاعه المعلنين، هيحبوا كريستيانو وميسي مره ثانيه في السباق بتاع ذا بيست، ولا هيخش لهم جورجينو لو كسب اليورو. طيب بمناسبه ميسي، قبل ما نقوم ونتكلم على ماتش بكره وايطاليا وانجلترا، النهائي النهارده كوبا امريكا، شايف مين؟ انا عارف انت زيك وزي وزي ناس كتير قوي ما تابعوش كوبا امريكا بشكل تفصيلي، بما اننا مشغولين في اليورو كلنا بنتفرج على اليورو، بس انت حاسس على ضوء تشكيله البرازيل والارجنتين مين النهارده ممكن يبقى ليها افضل؟ البرازيل فريق منظم اكتر. وعناصر الابداع بتاعته واضحه اكتر. يعني فريق الارجنتين هو فريق معتمد على ليونيل ميسي وعلى بقيه السرعه بتاعه اللعيبه اللي حوالين ميسي. صح. الناحية التانية البرازيل معتمد على كذا حاجة، مش بس على نيمار في الهجوم، فالبرازيل منظمة أكتر بكتير. بس أنا عمري ما أقدر أشيل ميسي من الترشيحات، وقياسا كمان بالذات لما بيبقى قدامه نيمار. نيمار لاعب استعراضي زيه زي بقية البرازيليين، زيه زي رونالدو زيه زي رونالدينيو، بس الاثنين التانيين رونالدو ورونالدينيو كانوا استعراضيين كجزء من الفاعليه. نيمار استعراضي للاستعراض، يعني نيمار عايز الكاميرا تيجي عليه وهو يقول على نفسه انا جامد قوي، فبياخد حته زياده في الكوره. صح. بتخليه يضيع فرص، يضيع لحظات مهمه في المباراه. ميسي هو نموذج للفاعليه البحته، هو ما بيفكرش غير في ان هو يروح يجيب الجون، بس انت بتستمتع كمان. فانا بحب في ثنائيه ميسي ونيمار، بحب ميسي اكتر بكتير طبعا. بس عشان كده برضو يعني كالعاده متعاطف زي كل الناس، متعاطف جدا مع ليونيل ميسي اكتر في البطوله، بس البرازيل اجهز الصراحه. صحيح. اجلت انا السؤال بتاع مين افضل مدير فني في اليورو، عشان خلصنا التشكيل ال 11 لاعب، تقعدوا تفكروا في التشكيل اللي احنا عايز اختاره واللي احنا قلناه مع حضراتكم. بعد الفاصل ان شاء الله نتكلم على افضل مدير فني في البطوله، نتكلم كمان عن نقاط قوه انجلترا ونقاط قوه ايطاليا، الضعف هنا والضعف هنا في مباراه الغد في نهائي اليورو ان شاء الله، يورو 2020. بعد الفاصل نواصل مع احمد عز الدين، خليكم معنا. يا انا بحالكم مره اخرى، لسه مشرفني ومنورني احمد عز الدين. هنتكلم دلوقتي عن ايطاليا وانجلترا بكره، ايطاليا ازاي تلعب، انجلترا ازاي تلعب. بس قبل ما نخش تفصيلا في المباراه، لازم اسال احمد عن افضل مدير فني في البطوله. افضل مدير فني في البطوله بيلعب النهائي، هما الاثنين طبعا، جاري ساوثجيت و روبرتو مانشيني. يمكن بالنسبه لي جاري ساوثجيت عبقريته انه عنده ضغوط اعلاميه رهيبه عليه. صح. وهو مش صاحب اسم كبير،
والتوقعات مرتفعة جدا على منتخب انجلترا وبالتالي صعب جدا جدا كان انه يتعامل مع التوقعات دي ويسيطر على فريقه. وعنده تشكيلة مش طبيعية كمان من اللاعبين. التشكيلة اللي مش طبيعية دي في الحقيقة هي تركة يعني دي نقطة حق يراد به باطل. اللعيبة كويسة بس مفهومش سوبر غير هاري كين. يعني في النهاية رحيم ستيرلينج اللي جاي ده لعب قد ايه مع مانشستر سيتي. فودن هو نجم هيبقى صح. مش بقى صح. ساكا ها. ما هو طول ما هو ارسنال فين يعني يعني هو مش ليونيل ميسي ومخبيينه. ففي الاخر انت لو حسبتها بحق ربنا يعني انت عارف اللعيبه دي بس هم مش سوبر ستارز غير هاري كين تقريبا. مفهومش سوبر ستار غير هاري كين فهم مشيلينه ان القايمه مصنفينها هم انها قايمه استثنائيه وده مش حقيقي لان القايمه الاستثنائيه دي بتبقى واضحه للعيان. يعني مين مدرب في اسبانيا كان هيجرؤ يستبعد شابي وانيستا من التشكيل؟ محدش يقدر صح؟ انما انت النهارده لو قلت لك هحط جاك جريليش مكان ستيرلينج هتتضايق؟ لا عادي جدا. بس انت اخترت ساوثجيت افضل مدرب؟ لا انا اخترت طبعا روبرتو مانشيني. اه بالظبط. ليه؟ عشان هسيبك تكمل بس هو نفس اللي انت قلته ده ان روبرت مانشيني ما عندوش سوبر ستارز خالص ما عندوش هاري كين اصلا. ما فيش خالص تمام وعامل شكل حلو كمان لايطاليا جاي من حته ابعد هو يعني في الاخر ساوث جيت الصعوبه بتاعت حياته انه عليه ضغوط كبيره وتوقعات مرتفعه. الناحيه الثانيه ما فيش ضغوط ما فيش توقعات مرتفعه بس ما فيش حاجه صح. الارض مهدوده وهو اللي ابتدى يظبطها ويسويها ويحط الزرعه ويتفرج على الزرعه لحد ففي النهايه انت بتتكلم في بروسس اصعب بكتير. ففي النهايه اذا كان انجلترا ما عندهمش سوبر ستار غير هاري كين بس انا عارف كويس ان ميسون ماونت حريف. عارف كويس ان رحيم ستيرلينج بيعرف يخش في وش المنافسين. ساكا هيجري انما الناحيه الثانيه انت بتخترع من الصفر حاجه صح. وبالتالي دي سر عبقريه روبرتو مانشيني بالنسبه لي. والاثنين عندهم ميزه عظيمه الاثنين في الحقيقه اللي وصلهم للنهائي انهم عرفوا يكسبوا في السيمي فاينل وهم مش في احسن حال صح. يعني انجلترا ما كسبتش الدنمارك في ماتش وان سايد جيم. لا ده الدنمارك مسك الكره عليك شويه والدنمارك كمان اتغلبت بضرب الجزاء ظلم. الناحيه الثانيه ايطاليا لا اسبانيا كانت افضل دايسه صح. فانت بتتكلم في ان فعليا الاثنين عرفوا يكسبوا في الوقت. تعال نشوف بقى ماتش بكره على طول. ماتش بكره ايه اللي هيحصل فيه؟ الحاجه المميزه للبطل اللي هي النظام الدفاعي والتامين الدفاعي. وفي الحقيقه انجلترا من اكثر الفرق المنظمه دفاعيا سواء هي او ايطاليا بس انجلترا بالذات علشان انجلترا بتلعب وهي معاها الكوره اكتر كمان في المراحل دي. تعالوا نعرض الصور يا جماعه يلا. بالظبط. انجلترا يلا بينا. طيب خليها فول سكرين بقى كمان. انت بتتكلم في ان دايما منتخب انجلترا هتلاقي ان واحد قدام الكورة واحد ورا الكورة فانت دايما عندك الجزء التأميني ده كبير جدا في حتة ان في خمسة ورا الكورة وخمسة قدام الكورة. هتلاقي دايما المنتخب الانجليزي منتخب وهو بيهاجم ما بياخدش ريسك عالي يعني لان هو ده التارجت بتاعنا احنا عايزين نكسب فيبقى احنا عايزين ما يخش فينا اهداف. ومنتخب انجلترا ما دخلتش فيه غير جول واحد من ضربة ثابتة في ماتش الدنمارك. لا اقلب معايا الصور بسرعة كده انا بتكلم عشان انت تقلب الصور بسرعة. بالظبط كده. كايلي ووكر ساكا داخل عمق الملعب كايلي ووكر واقف. النهايه الصح اللي احنا حافظينه اللي كل الاستوديوهات التحليليه بتقوله كليشيهات بتاعتنا ايه ان طالما الوينج داخل للقلب فهو داخل عشان يفضي لك مساحه علشان الظهير يطير. بس انا وانا منظم وانا بلعب كره منظمه انا مش هطير لان انا في الاخر انا مش مستنيك تسقف لي في الاستوديو التحليلي. انا عايز لما الكره تتقطع وتيجي الهجمه المرتده الاقي كايلي ووكر واقف صح. صح مظبوط مظبوط. طيب كايلي ووكر كمان التريكه بتاعت بيب جوارديولا بيستخدمها جاريث ساوثجيت في التنظيم ان انا بستخدم حاجه اسمها المغناطيس وانا بلعب كوره. يعني المغناطيس دي اقصد ان انا بقف على كورتي وفي العمق فاخد المان عليا الراجل اللي بيضغطني ابتدى يتحرك ففضيت زميلي. زميلي الصوره اللي وراها هتلاقيه استلم الكوره فراح عليه الراجل اللي كان واقف هنا ففضيت المساحه هنا فهاري كين اتحرك عليها. الطريقه بتاعه ان احنا نلعب بالشكل ده بتبقى معتمده على ان كلنا في ظهر الكوره وكلنا وحده واحده. فده بصراحه جزء من عبقريه هاري كين ان هاري كين عارف امتى يكون اللعيب اللي بيسرق المساحه في الوينج ويحول الهجمه بالمنظر ده. عارف امتى يكون اللعيب اللي بيسرق المساحه في العمق. نفس اللعبه كايلي ووكر واقف فمستني هياخد مين بس اول ما ياخد المان بتاعه دامز جارد والراجل ده المره دي فاطن ان ساكا هيستلم فقام رايح لساكا ففضلت المساحه فين في العمق. طب مين اللي يملاها مين اللي يسرقها هاري كين مره تانية. فانت هنا بتتكلم في ان منتخب انجلترا منتخب منظم ذكي جدا ذكائه الاصلي مرتبط براس الحربه بتاعه اللي مش محتاجين حد يقول قد ايه هو دلوقتي بالنسبه لي هو احسن مهاجم في العالم. في اول ماتش في الموسم كان كالفن فيليبس بالنسبه لي اختراع
الفكره بتاعت انه عمال يبص حواليه ويشوف المساحه الفاضيه، بس انا كنت مهتم اعرف هو بيبص على ايه. فالماتشات بالكاميرا العاليه بينت لنا التريكات بتاعت منتخب انجلترا بشكل اكبر كمان في ارض الملعب، كل ده الهجمه كانت ماشيه. طيب تعالوا نشوف يا جماعه ايطاليا برضو دلوقتي عشان نلحق ناخد معز كمان ايطاليا. هاتوا لنا صور ايطاليا. ايطاليا بقى يا عز ممكن طيب تشتغل ازاي؟ ايطاليا العيب الوحيد اللي ظهر عندها ظهر في ماتش اسبانيا، ان لما لعب لويس انريكي من غير راس حربه ابتدى جورجيو كيليني وبنوتشي يبقى مطالبين انهم يعملوا سبرنتات، اطلع ورا الكوره ولا لا، لو طلعت ورا الكوره ما عنديش سرعه. الكوره بتاعت موراتا واقف وسط الملعب، كيليني طلع عليه 1 2 من وراء، ما عندهمش سرعه في لما بتكبر في العمر ما بتضيعش قوه. صح. فبعرف اتعامل مع روميلو لوكاكو حتى شخصيا. مظبوط. انما بيضيع السرعه. صح. وبالتالي هو ده اللي حط السؤال، هتتعامل ازاي بقى مع هاري كين، وهاري كين واحد من اغلس المهاجمين اللي بيعملوا الكوره بتاعت موراتا انه يسيب وسط راس الحربه ويرجع لوسط الملعب. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه هتعمل ايه في غياب سبينازولا؟ صور يا جماعه ايطاليا من فضلكم، خلونا نجيب صور ايطاليا. مفيش مفيش مساحات ناحيه الشمال بتتخلق لان سبينازولا مش موجود. فدي المشكله الكبيره اللي موجوده. بص خلاص ما تعرضوش حاجه. فانت بتتكلم في ان دول نقطتين الضعف الوحيدتين اللي عند منتخب ايطاليا. بس نقطه القوه الاصليه مرتبطه بان كل اللعيبه تقريبا بتتحرك لبعض بامتياز. والنقطه الاصليه ان احنا عارفين ان ما عندناش ديل بييرو، ما عندناش توتي، ما عندناش روبرتو باجيو، فاحنا كلنا هنضطر نتحرك لبعض ونخدم على بعض علشان خاطر نلاقي مساحه كويسه نلعب عليها. عظيم. تعالوا نروح للسوشيال ميديا وتوقعات حضراتكم لهذه المواجهه، مواجهه انجلترا و او مواجهه اليوم عفوا البرازيل والارجنتين. جاهز يا جماعه معانا؟ مش جاهز. خلاص مش جاهز مش جاهز. عايز توقعاتك لمواجهه البرازيل والارجنتين النهارده، مين يكسب؟ الارجنتين. الارجنتين تكسب عشان ميسي. عشان اعتقد ان النهارده هتبقى مباراه ملحميه كل الناس هتعملها بس عشان خاطر ليونيل ميسي. عظيم جدا. عايز انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك، شرفتني يا عز حبيبي. حبيبي. ده كان لقاءنا مع احمد عز الدين، وده ختام حلقتنا النهارده من بي اون تايم. اشوفكم يا رب على الف خير.